السلام عليكم ورحمة الله طلبتنا الأعزاء للمرحلة الأولى. أحبائي، هذه المحاضرة الأولى لمادة حقوق الإنسان كمدخل لعملية دراسة الديمقراطية. وحقيقة بداية حتى نفهم هذه الموضوع لابد من يكون هناك تعريف للديمقراطية. والديمقراطية حقيقة بمختصر لتعريفها هو حكم الشعب من الشعب ومن أجل الشعب. هذا التعريف هو الأكثر شيوعا لمفهوم الديمقراطية، عندما يكون المحكومون هم الحكام، أي بمعنى أنهم من يقومون في الحكم مباشرة. فالديمقراطية حقيقة هي النظام السياسي الذي تدار بموجبه المسائل العامة بواسطة المواطنين أنفسهم، أما مباشرة أو بواسطة أجهزة منتخبة من قبل الشعب. وفي حال كون الشعب هو مصدر السلطة وصاحب الحق في الحكم، إلا أنه ليس بالضرورة أن كل من يملك حقا يمارسه بذاته، فالشعب قد يمارس السلطات بنفسه أو يوكلها إلى ممثلين عنه. فالشعب قد يمارس السلطات بنفسه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أو بطريقة النيابية. وعليه يمكن أن نميز ثلاث أشكال من الممارسة الديمقراطية، في نصنفها في ثلاث مباحث: الديمقراطية المباشرة كمبحث أول، والديمقراطية شبه المباشرة في المبحث الثاني، والديمقراطية التمثيلية النيابية هو المبحث الثالث. حقيقة في المبحث الأول حتى ندرك المقصود بالديمقراطية المباشرة يجب علينا تحديد مضمون هذه الديمقراطية، تحديد مضمونها وتطبيقاتها وتقديرها. ثلاث مواضيع لكل مبحث سوف نقوم بشرحه. فالموضوع المبحث الأول هو الديمقراطية المباشرة، ويعد هذا الشكل من أشكال الممارسة الديمقراطية النموذج المثالي للحكم الديمقراطي، لكونه يسمح للشعب بممارسة السلطة بنفسه، أي أنه الشعب مباشرة يمارس السلطة بنفسه دون هناك تخويل أو توكيل أو من ينوب عنه في عملية الممارسة السلطة، لأنه المحكومون يكونون حكاما في الوقت نفسه. فالشعب يتمتع بموجب هذا الشكل من الحكم الديمقراطي بأوسع الحقوق، يعني هنا كافة الحقوق في ممارسة السلطة يتمتع فيها الشعب لأنه يمارسها بشكل مباشر. فهو يمارس بنفسه سلطة التشريع وسلطة التنفيذ والقضاء، ويمارس السيادة بنفسه ضمن المجالس الشعبية أيضا. وفي ظل هذا الوضع فلا تكون هناك مجالس نيابية ولا حكومة ولا قضاة، لأنه المحكومون هم أنفسهم الحاكمون. أيضا فلا تمثيل ولا تفويض للسلطات، ولهذا سوف ندرس في هذا المجال مجالين، هو تطبيقات الديمقراطية المباشرة، وثانيا تقدير النظام الديمقراطي المباشر.
لا، في هذا الموضوع هو تطبيقات الديمقراطية المباشرة. حقيقة لابد من أكو سرد تاريخي لتطبيقات الديمقراطية المباشرة حتى تكون الصورة واضحة لديكم. تعود أصول الديمقراطية المباشرة إلى ممارسة السلطة السياسية في المدن اليونانية القديمة، فكان المواطنون الذكور وحدهم دون النساء والأجانب والعبيد. العبيد ليس المقصد في لون البشرة، وإنما هم وضع الاجتماعي، يجتمعون بصورة دورية ومنتظمة بهيئة جمعية عامة، ويقومون بالتصويت على القوانين، ويعينون القضاة، ويراقبون أعمال كانت تسمى الخمسمائة. والخمسمائة هم مجموعة يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة، يتولون تصريف الشؤون. وهذا النظام الذي عرفته المدن اليونانية في ذلك الزمان كان نظاما قاصرا في تمثيله على المواطنين. فجمعية الشعب العامة المعروفة إسكليسية لم تكن تضم أغلبية مواطني المدينة، وإنما كانت تقتصر على المواطنين الأحرار أو ما يسمى بالأحرار، وهم من الذكور فقط الذين لا يشكلون سوى أقلية من سكان المدينة. ولم تكن هذه الجمعية العامة تمارس الوظائف والسلطات كافة، بل كانت تمارس الوظيفة التشريعية المتجسدة في إقرار القوانين والمعاهدات والضرائب في ذلك الوقت، الذي تمارس الوظيفة التنفيذية من قبل مجلس الخمسمائة المعروف باولوس الذي تختاره جمعية الشعب العامة. أما الوظيفة القضائية فإنها كانت تفوض لقضاة تعينهم الجمعية العامة للشعب. وقد عرف هذا النظام كل من روما وبعض المدن الشرقية. أما التطبيق الحديث حقيقة لهذا الشكل من أشكال الممارسة الديمقراطية فهو موجود في ثلاث مقاطعات، كانتونات، عبارة عن كانتونات في سويسرا، هي الانتروولد، الابينيزيل، وغلايرز. إلا أن حقيقة ممارسة الديمقراطية المباشرة في هذه المقاطعات لا يتعدى أن يكون نوع من التراث أكثر منه نظاما للحكم، باعتبار هذا النظام موروث في بلدانهم أو مناطقهم منذ تاريخ قديم قبل الميلاد. ففي هذه المقاطعات الثلاثة التي ذكرناها التي لا تتجاوز عدد سكانها يمكن 10,000، عشرات الآلاف، فإن مواطنيه يجتمعون بهيئة جمعية شعبية مرة واحدة في الربيع من كل سنة، وذلك بصورة احتفالية أكثر من ما هي مجال نظام حكم. وخلال هذا الاجتماع يقومون بإقرار القوانين المعدة من قبل الموظفين، ويصوتون على الموازنة اللي هي تعد البرنامج السنوي لأعمال وتوزيع هذه الإيرادات التقديرية للسنة القادمة على برامجهم المطلوبة والتي تخدم بها شعبهم ودولتهم. وبشكل كبير ملفت للنظر كما أن المناقشات اللي تدور فيها تتسم بالسطحية،
أو إنها مصطنعة. أما القرارات التي يتم تصويت عليها أو اتخاذها فإنها تكون معدة بدقة من مجلس المقاطعة، لأنه اللي هو كونسيل كونتينال المنتخب من الجمعية الشعبية. يعني هناك في كل مقاطعة هناك من هم جمعية شعبية، ومن هذه الجمعية لها العمدة، وتعد هذه الموازنة أو القوانين أو قرارات إدارية تهم الشعب وتهم شؤونهم، تعد مسبقا خلال فترة هذه السنة، ثم تطرح بشكل مباشر على الشعب والتصويت عليها بشكل مباشر. حقيقة المحور الثاني في عملية الديمقراطية المباشرة هو تقدير نظام الديمقراطية المباشرة. إن نظام الديمقراطية المباشرة لا شك بأنه نظام مثالي لما له صيغة مباشرة، باعتبار يسمح للشعب بممارسة السلطة بنفسه دون وسيط، مما يرتقي إلى حد كبير بمستوى مشاركة المواطنين في تحمل المسؤولية مباشرة. ولكن ممارسة هذا الشكل من الديمقراطية أمر صعب التطبيق، والسبب في ذلك واضح، لكون الديمقراطية المباشرة تفترض أو تتطلب منها ممارسة الحكم في جميع أشكاله من تشريع وتنفيذ وإدارة وقضاء من جانب الشعب مباشرة، وهذا ما يستحيل على الشعب عندما يكون منتشر على بقعة أرض واسعة أن يجتمع في مكان واحد للتداول وإقرار ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة. وإذا افترضنا أنه بالإمكان أن يقوم الشعب بكامله بما يقتضي عمله، إذا ما وزع العمل بين المقاطعات، فإن هذا التوزيع يبدو مستحيلا، لأنه سيؤدي إلى الاختلال وعدم الانسجام بين تلك المقاطعات. والقرار الذي تتخذه فقد يكون مناقضا في إحدى المقاطعات لما يقر في مقاطعة أخرى، أي أنه هذا القرار له مصلحة في الشعب في مقاطعة معينة لكن يكون مناقضا أو غير مفيدا في مقاطعة أخرى. وعليه ثبت أن الديمقراطية المباشرة لم تكن عملية. من الاستغناء عن الحكام والقضاة المتخصصين، ولذلك كان يعهد الإدارة بمعظمهم القضايا العدلية إلى أشخاص مختارين، أما التشريع فيمارسه الشعب مباشرة. واختلف المفكرون والفلاسفة في نظرتهم إلى الديمقراطية المباشرة، ففي الوقت الذي كان مونتسكيو معاديا لها ويصفها في كتاب بروح القوانين، حيث ذكر أن الشعب الذي يملك السلطة العليا يجب أن يعمل بنفسه ما يمكن أن يحسن عمله، أما ما لا يقدر على عمله فيجب أن يعمله بوساطة وكلائه، واسطة يعني وكلائه. وعندما يتحدث مونتسكيو عن الدولة الحديثة فإنه يجزم بعدم أهلية الشعب لأن يمارس السلطة التنفيذية ولا حتى السلطة التشريعية أيضا. أما جان جاك روسو فيقول في كتابه العقد الاجتماعي بأنه لو كان ثمة الشعب من الآلهة لحكم نفسه
بنفسه ديمقراطيا، وبذلك فهو من المؤيدين لهذا النمط من الديمقراطيات. بينما يعتقد المفكر هارلود لاسكي أن الإدارة الذاتية هي المدخل لإشراك الشعب في تقرير حياته وتقرير ديمقراطيته، فكل نظام يهيئ للشعب المنظمات والمجالس التي يرتفع فيها صوته ليعبر عن أفكاره ويؤكد قدراته على العمل والتحول السياسي والاجتماعي بدون وساطة أحد. هو النظام الذي تصبح تسميته بالنظام الشعبي والديمقراطي الحقيقي، وكل تنظيم سياسي لا يسمح للشعب بممارسة واسعة لحقوقه، يكون حاجزاً لطاقة مهمة. وعلى هذا الأساس فإن البعض يعتقد بأن الصيغة التي يقوم بها نظام الحكم أو نظام حكم ديمقراطي المباشر ليس حلماً مثالياً ولا مستقبل له، فالتطلعات المواطنين وتطور وسائل الاتصال تسمح بإزالة القيود المادية التي تعيق ممارسة الديمقراطية المباشرة. فبواسطة أجهزة الاتصالات الحديثة المتطورة يمكن تأمين المناقشات في الشؤون العامة كما يحدث الآن. نرى هناك كثير من وسائل التواصل أو الإلكترونية التي تسمح المشاركة لمجموع كبير، والعليه ممكن يأتي في يوم ما في التطور التكنولوجي الرقمي والاتصالات أنه يسمح لكل مجموع العالم أنه يصبحون مشاركين سوية دون هناك حاجز لهذا الحال. وهم ومع ذلك فإن هذا النظام الديمقراطي المباشر أخذ في الزوال. حتى في سويسرا التي كانت تمارس، لكن شيئا فشيئا أصبح هناك إزالة من عنده. التي تعد موطنا له بعد المدن الأغريقية القديمة التي كانت مهد نشأته. وهكذا فإن الديمقراطية المباشرة إذا كان أكثر النظم كمالا من الناحية النظرية فإنها أشد صعوبة من الناحية العملية. ومن الناحية النظرية صحيح وأكثر تطبيقا وأكثر استحقاقا للشعب، إلا أنه صعوبته من الناحية العملية، وهذا ما جعل تطبيقها يتقلص يوما بعد يوم. أعزائنا الطلبة، وبهذا نكتفي في هذه المحاضرة على الديمقراطية المباشرة، آملين الالتقاء معكم في محاضرة لاحقة بالديمقراطية شبه المباشرة، وسوف تلمسون كيفية ممكن ممارسة الديمقراطية شبه المباشرة في العمل ممارسات الديمقراطية للشعب. آملين أن تكون هذه المحاضرة لها فائدة كبيرة لكم، وشكرا لكم. آملين اللقاء معكم في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.